ربما لم تسمع عزيزي المشاهد من قبل سوى بهذه الأنواع لفصائل الدم فقط، وربما تكون فصيلة دمك لا تخرج عن هذه الثلاث، لكن هذا الأمر قد يتغير قريباً. فبعد 20 عاماً من البحث المكثف، اكتشفت الباحثة في هيئة الصحة الوطنية البريطانية لويز تيلي أن البشر لديهم في الواقع العديد من أنظمة فصائل الدم المختلفة بناءً على مجموعة واسعة من البروتينات والسكريات الموجودة على سطح الخلية التي تغطي خلايا الدم. ليمثل هذا الاكتشاف إنجازاً كبيراً في هذا العلم، قد يساعد في تشخيص أفضل وتقديم رعاية للمصابين بأمراض نادرة. بدأت القصة عندما تم أخذ عينة من دم من امرأة حامل قبل 50 عاماً في عام 1972، واكتشف الأطباء أنها تفتقر بشكل غامض إلى جزيء سطحي موجود على جميع خلايا الدم الحمراء الأخرى المعروفة آنذاك. لتتبع الباحثة تلك الفصيلة النادرة وتكتشف أن أكثر من 99.9% من البشر لديهم مستضد ANWG الذي كان مفقوداً من دم مريض عام 1972. الباحثة استشهدت في بحثها بأنه تم تحديد معظم فصائل الدم الرئيسية في وقت مبكر من القرن العشرين، لكن العديد من الفصائل تم اكتشافها منذ ذلك الحين، كنظام الدم ER الذي وصفه الباحثون لأول مرة في عام 2022.